واشنطن وروما ولادهم فينا هما، ولادكم فينا هما. احنا كتنسيقية ديال المعطلين والمعطلات حاملي الشواهد في مدينة مراكش والنواحي، احنا ماشي بالضرورة كنمثلوا مراكش ولكن كنمثلوا حتى النواحي. شخصيا انا طالب حاصل على الشهادة في الإجازة سنة 2020، وكنطالب بالحقوق ديالي، للحقوق مشروعة التشغيل في الوظيفة العمومية. المعطلات والمعطلين بمراكش حاملي شواهد الجامعية، جينا اليوم كنظموا وقفة أمام ولاية جهة أسفي مراكش أسفي. كنظموا الوقفة اليوم بموازاة مع الوقفات اللي كانت هاد الأسابيع الماضية، ابتداء من قرارة المشؤومة اللي كان دارها الوزير ديال التربية الوطنية المتمثلة في توقيف في ان عدد كبير من حاملي الشواهد غيتحرموا من الولوج للوظيفه العموميه وخصوصا التعليم. حنا اليوم كنجسدوا هذه الوقفه الجديده، كنطالبوا فيها بالتشغيل ديال المعطلات والمعطلين بمراكش وكل المعطلين ديال المغرب، كنطالبوا باننا نحظاو باجر ولا وظيفه اللي تقدر تكفل لينا حقنا في الكرامه والعيش الكريم. حاملي الشهادات الدوله بالسياسه ديالها، بالتنفيذ ديال السياسه ديالها اللي مملات عليها من المؤسسات الماليه الدوليه، هي كتقصي المعطلين والمعطلات، كتخرج واحد الجيش هائل من المعطلين والمعطلات اللي الغايه منه هو انه يمشيو يخدموا عند الباترونه في الشركات ديالهم في المدارس ديالها، انها تخدمهم بواحد الشروط ديال العبوديه، الشروط ديال الاستغلال. حنا كنقولوا ان هذاك الباب حنا رافضين هذيك الشروط، رافضين ان نمشيو نخدموا عند الباترونه بهذيك الشروط ديال العبوديه والشروط ديال الاستغلال اللي ما فيها ادنى حق ديال الانسانيه.